الحزام الأحمر متحمس للحزام الأسود. أنا حزام الأحمر ومتحمس. التكواندو هي الحياة. بشكر منظمتنا سياتها على معاونتها لنا وتدريبها، وبشكر المدرب كابتن عاصم على التزامه معنا وتدريباته، وشكر لكل واحد على دعمه. أنا زينب عبد الرحمن سليمان، مقيمة في المخيم الأزرق، بلعب تكواندو معي الحزام الأحمر. بتشكر الاتحاد الدولي لمساعدتنا وتقديم الدعم لنا، ومشان إحنا نقدر نرفع مستوياتنا ونقدر نحط بصمة للتكواندو والنادي تبعنا نادي تكواندو أمور لها. بتشكر أي شخص دعمنا وقدم لنا المساعدة.